تعالى أوريك نبوة مكتوبة من 2000 سنة اتنبأت عن المجاعة اللي بتحصل في العالم بسبب حرب أوكرانيا، لأن بعد الحرب لازم تحصل مجاعة. تعالى نشوف النبوة مع بعض. في سفر الرؤيا الإصحاح الساتت: لما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمينة قمح بدينار وثلث ثماني شعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما. ده الترتيب. بعد الحرب بتيجي مجاعة، في مجاعة كبيرة جاية على كل العالم، وهتبدأ من الشرق الأوسط ومن أرض مصر. كرتونة البيض هتبقى بجرام من الذهب، الناس مش هتلاقي الدقيق في الشوارع، كل الأنهار وينابيع المياه هتنقص. الخبر ده حقيقي وانتوا دلوقتي شاعرين بيه، والمجاعة دي بتسبب مشاكل أسرية، بتسبب انهيار أخلاقي، وبتسبب زي ما تقول فوضى في كل العالم. مجاعة عظيمة لم يكن زيها منذ إنشاء العالم ولن يكون. ده الكلام مكتوب من 2000 سنة، الكلام ده مكتوب عن آخر 7 سنين في الأرض. إحنا في آخر 7 سنين في الأرض. دور على فلك نوح التاني، دور على ابن الإنسان، دور على شجرة الحياة، لأنك لو مديت إيدك وقطفت منها هتنول الحياة الأبدية، وهيتكتب على جبهتك سمة الحياة، وهتتنزع من على جبهتك وجبهات أسرتك سمة الموت، لأن في وسط المجاعة اللي هتحصل في ناس قليلين هتغنى، في ناس قليلين في وسط المجاعة اللي هتحصل هتشبع، دول اللي آمنوا بالرب وصدقوا الكلمة اللي أنت بتسمعها دلوقتي.